للحين تحبها سادة من غير سكر؟ ما حد فينا ينسى الأشياء اللي يحبها ولا يتخلى عنها. صح، أنا كنت أقول كذا، بس أحيانا الظروف تفرق بين اللي يحبون بعض غصب. اللي مو بقادر أفهمه ليش نخسر اللي نبيهم اللي قدام عيننا، وهذا كله نسويه بإرادتنا؟ ليش؟ يعني عهود قالت لي خلاص على كل شيء، وقالت لي إنها تحب زين، وإن اللي كان بينكم مجرد لعبة عشان تحموني على قولتكم. ليش قاعد يصير بيني وبينك كذا يا إبراهيم؟ دام في حل. الحل بيدك يا حور، من أول لحظة. صادق، الحل بيدي.